المي مثل البوز. صدقني يا عاطف، لو مقوصني كان أحسن إلي. آخر صرخة منك كانت عالية شوي. لا تأخذني يا ابني، بس هالصدى كله طلع من الكاريدور. أهلا وسهلا فيك سيد معين. هالجهاز شكله كتير غالي، أكيد رح يخصموا عليك من الراتب. مو مشكلة، بالمال ولا بالصحة، أنت المهمة تعمل لي هالمسحات تبع المي وما بدي شي غيره. منيح جايب لي شاي، لأنه إلي يومين نشفان دمي على شي ينشرب. إذا بدك الصراحة، أنا كمان إلي يومين نشفان دمي، مع اني انا بعرف شو اللي عم تساوي. المهم انك بتعرف. بس المعرفة ما بتكفي دائما يا عاطف. على فكرة نحفان كتير. الجهاز مو شغال. برأيك بيكون قوصوا سيدي؟ ما سمعنا صوت مسدس. سيدي، فريق المداهمة جاهز وناطرين أوامرك. يا مان، مو مطول ليكشف القصة، وأنا عم حاول ضوعه شوي، بس من غير ما أكشف حالي ما بعرف لإمتى رح كمل بهالملعوب. لازم تستعجل لك شوي. يا مان راح شاف زينب بالمشفى. قالوا لي صحيح. قبل ما أنسى، خذ مسدسي، إذا رجعت وهذا معي رح يحسوا. تمام، وأنت كمان معناتها خذ مسدسي. واقف 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 شبك. خذ شراب.